قليل من التجهيزات وكثير من العزيمة وحاجة ملحة لمواجهة أحد أخطر الأمراض الوراثية ألا وهو مرض التلاسيميا، ما دفع أحد الكوادر الطبية في سراقب لإنشاء مركز لعلاج هذا المرض. مرض التلاسيميا هو مرض وراثي يتميز بفقر دم، انحلال دم لدى الطفل المصاب بهذا المرض الذي ينتقل له من خلال والديه. أعراض فقر الدم تظهر على الطفل بشكل تعب عام لدى هذا الطفل، وأيضا يظهر لديه أعراض ثانية نتيجة انحلال الدم وارتفاع نسبة الحديد الذي يترسب في الأعضاء الحيوية لهذا الطفل. فمن هالحالة هاي نحن عم نشوف الطفل هون، نفحصه، منقيم حالته العامة، بننقله الدم عنا هون بالمركز، أيضا نسعى إلى تأمين بعض مستلزمات الأدوية طارحة للحديد. مرضى التلاسيميا بيمتازوا بسحنة خاصة نتيجة انحلال الدم ونشاط العظام لتكوين الدم بالوجه العريض نتيجة ضخامة العظام، أيضا نتيجة ترسب الحديد تظهر سحنة برونزية تقريبا على هؤلاء الأطفال التي ترافقهم طالما لم يتم التخلص من الحديد لديهم. معالجة الأطفال مبكرا من هذا المرض يتم التخلص من أعراض هذا المرض التي هي فقر الدم، مثل هذه الطفل الذي ينقل الدم نلاحظ أنها وجهها متورد ومقبول جدا ولا توجد عليها السحنة الخاصة بمرضى التلاسيميا ولا يوجد أيضا اللون البرونزي، لذلك نركز ونؤكد على المعالجة المبكرة ونقل الدم لدى الأطفال من أجل أيضا أن يتم التخلص من أعراض فقر الدم ومن فقر الدم الذي يؤدي إلى نقص في نمو الأطفال. يقول القائمون على هذا المركز، مركز علاج التلاسيميا في سراقب، أنهم وخلال شهر واحد من افتتاح هذا المركز قدموا العلاج لما يقارب 100 طفل وبالغ على حد سواء، وأنهم قادرون على تقديم العلاج لما يقارب 200 حالة. العمل نحن اللي بنقوم فيه هون هو فحص خضاب المريض، العمل الثاني هو اختبار التوافق بين دم المريض ودم المتبرع، العمل الثالث هو مراقبة نقل الدم من الأعراض الثانوية ألا وهي غالبا تحسس المريض من الدم. الاحتياجات اللي نحن يعني مضطرين إلى يعني أول شغلة تجهيز مخبر خاص لتوسيع المركز وخاصة جهاز رحلان الخضاب لاكتشاف المرض عند المصاب. العمل الثاني هو بحاجة نحن لدواء الطارح للحديد وبحاجة لمضخات الديسفرال الطارحة للحديد. يوجد في محافظة إدلب مركزين لعلاج هذا المرض، الأول في كفرنبل والثاني في سراقب، وتأمل الكوادر الطبية بافتتاح مراكز جديدة في باقي المدن لو توفرت لهم الإمكانيات الطبية. أنس دريسي، أورينت نيوز، سراقب.